طيب، ضيف جاهز معنا من كييف. طيب، أهلا ومرحبا. إذن بالدكتور غيث مناف، عضو خلية الأزمة الأوكرانية، ينضم إلينا إذا كان جاهزا الآن من كييف. مرحبا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيبة لك ولضيفك الكريم. لو عدت لي السؤال مجددا. تمام، بعد ما سألتك دكتور، عم نرحب فيك لسه، الحمد لله على السلامة دائما دكتور غيث. ما هو حديث الساعة؟ حديث الساعة عندكم اليوم؟ بالفعل حديث الساعة اليوم وحديث الغرب اليوم تدور عن محور باخموت وما هي خفايا محور باخموت على آخر التصعيدات الذي تحدث به طباخ الرئيس الروسي وهو رئيس مؤسسة فاغنر الإرهابية، وهو يتحدث عن صعوبة الوضع وعدم إمكانية قواته من الدخول إلى تلك المناطق والأحياء في تلك المدينة. هذه هي ما يتحدث، وهناك قلق شديد بالفعل جراء تلك المعلومات، كون أن القوات الأوكرانية هي ما زالت تسيطر على الوضع. يتحدث دائما القوات الأوكرانية في الجبهة الشرقية من منطقة خاركوف عن هناك إمكانية لدخول قوات عسكرية روسية مجددا بعد انجماد الوضع هناك أو شدة البرودة التي سوف تسهل للقوات الروسية مرة أخرى من الدخول إلى المحور الشرقي من منطقة خاركوف. يتحدث أيضا مراقبون أوكران وأيضا مدنيون وهم اليوم على تحضيرات لما يسمى بالخروج الجماعي مجددا إلى خارج الأراضي الأوكرانية، كون أن الوضع واستهداف البنى التحتية وشدة البرودة وانقطاع التيار الكهربائي قد يسبب أيضا بحالة نزوح كبيرة جدا إلى الجانب الغربي وأيضا إلى الاتحاد الأوروبي. طيب دكتور، دكتور غيث، اليوم الروس اعترفوا بارتفاع حصيلة قتلى مكييفكا، الضربة الصاروخية النوعية التي حققتها القوات الأوكرانية في دونيتسك. ما في تفاعل في كييف مع هذا التطور الذي حصل؟ في الحقيقة أن القوات الأوكرانية وأيضا الإعلام الأوكراني تحدث منذ أول ساعة من الضربة بعدد قتلى الجيش الروسي، وهو الذي تجاوز المئات بالفعل، ولكن ما نشاهده هو من الجانب الروسي وهو الذي يقوم بصورة مستمرة بزيادة عدد قتلى. أعتقد أنه تمهيدا للرأي والمجتمع الروسي، ليست هي استهدافا لما يتحدث به للرأي الدولي، وإنما هو للرأي الروسي لكي لا ينتفض شعبه جميعهم على الحكومة الروسية من جراء العدد الكبير الهائل، حيث تحدثت الوسائل الإعلام الأوكرانية عن تجاوز الرقم ب 650 مقاتلا قتلوا بهذه الضربة التي استهدفت من قبل صواريخ هايمرز، الذي بالفعل تمكنت 4 من تلك الصواريخ من ضرب الهدف بشكل مباشر جدا، وتم إسقاط صاروخين من نوع هايمرز من قبل الدفاع الجوي الروسي. هذا الشيء تحدثت به وسائل الإعلام الأوكرانية، ونحن فخورون هنا جميعا بما تقوم به القوات الأوكرانية بالفعل من بطولات تذكر لها سياسيا وأيضا ميدانيا، حيث تغيرت الساحة العسكرية بشكل كبير جدا، وهذا الشيء الذي نسبب الآن في انقطاع التيار الكهربائي، في استهدافات البنى التحتية على سبيل المثال، كون أن القوات الأوكرانية تتقدم على المحور الجنوبي وأيضا المحور الشرقي من منطقة دونيتسك. نحن نتحدث عن باخموت التي هي جزء صغير في دونيتسك، لم يتمكن القوات الروسية ولا مرتزقة فاغنر الدخول إلى شوارعها، فكيف نحن نتحدث عن سيطرة كاملة 50% من مقاطعة دونيتسك اليوم هي بيد الجيش الأوكراني، 40% من الأراضي المحتلة تم استعادتها من قبل القوات الروسية، نحن نتحدث عن أراضي تم الاستفتاء عنها زائفا وتم قبول الاستفتاء عنها وهم اليوم خرجوا منها بالفعل. عن ماذا نريد أن نتحدث؟ هذه معطيات الأرض ومعطيات الساحة تجعل من إرسال صواريخ وأيضا طائرات شاهد وأيضا صواريخ التي تمطر علينا كل ساعة وكل دقيقة بسبب عدم تمكنهم من السيطرة برا، لذلك يتجهون جوا لاستهداف البنى التحتية. تمام دكتور، ابقى معي لو تكرمت.